لو انا بتكلم ان انا عايز ازيد في الوزن وزياده كويسه، مفيد جدا ان احنا ناكل 3 وجبات في اليوم، يكون عندنا ما بين كل وجبه والتانيه في وجبه خفيفه، يعني بمعدل انا عايز اعمل كتله عضليه بشكل قوي جدا وبشكل سريع جدا وما يكونش فيه اثار، يعني يبقى يلاحظ بالفعل نتيجه. يعني هو مثلا لو بياكل وجبتين في اليوم، الوجبتين دول عايزين نخليهم من 5 ل6 وجبات في اليوم، بس هم نفس الوجبتين اللي هو ياكلهم انا عايزهم برضو ياكلهم، بس بدل ما الوجبتين دول يقسم كل وجبه 3 وجبات، يبقى كده قسمنا الوجبتين بتوعه ل6 وجبات في اليوم. ده انا بقول لك لو هو مثلا وليكن مش عايز يعمل نظام غذائي، او هو حتى مش قادر ان هو يعمل نظام غذائي، لكن هو بقى راجل عنده الرغبه ان هو يعمل نظام غذائي، يبقى اول حاجه نتكلم فيها بشكل قوي ان هو مثلا وليكن لما يصحى من النوم ما فيش اي مشكله خالص ان احنا مثلا بنتكلم في وجبه الفطار، وجبه فطار صحيه مثلا كنموذج لينا مثلا لوجبه فطار صحيه، بتكون بتحتوي على النشويات، بتكون بتحتوي على البروتينات، بتكون بتحتوي على الالياف، الفيتامينات، الاملاح المعدنيه، الدهون الصحيه والفايبر. لو هو مثلا وليكن النشويات بالنسبه له عشان هو بيبذل طاقه كبيره، فمحتاجين ان احنا يكون عندنا نشويات بشكل كبير، يعني ممكن توصل من 50 ل60% من الوجبه بتاعتنا. لما نيجي نقول نموذج مثلا للنشويات، نقول افضل حاجه للاعب كمال الاجسام او اللي هو عايز يبني كتله عضليه، نقدر نقول البطاطا. البطاطا تعتبر من ضمن الحاجات الفعاله اللي احنا مثلا ممكن نحطها في وجبه الفطار بتاعتنا، تبقى نشويات، نسبه عاليه من النشويات، زائد ان هي برده فيها نسبه فيتامينات عاليه وفيها برده املاح معدنيه، ونقدر نستطيع ان احنا ده مثلا ليكن كنشويات، نقول البطاطا، البطاطس، العيش، المكرونه، الرز، هذه الاشياء. مش بقول في وجبه الفطار الرز والمكرونه، يعني بتكلم ممكن العيش، ممكن يعني ممكن نستطيع نستعمل، لكن بقول لك افضل حاجه ممكن ناخدها من النشويات ممكن ناخدها من البطاطا، فالبطاطا تعتبر هي الافضل، هي التي تتصدر وهي الافضل على الاطلاق اللي احنا ممكن نستخدمها. يبقى دي كده النقطه رقم 1 اللي عايزين نركز فيها بشكل قوي جدا. ده قلنا النشويات دي اول حاجه في الوجبه بتاعتنا. تاني حاجه البروتينات، نتكلم مثلا وليكن في البروتينات، البروتينات زي ايه؟ زي الجبنه، زي البيض، زي الفول، زي العدس، زي ايه تاني ممكن نقول ايه تاني؟ الحليب، ممكن نقول الحليب، ممكن وهكذا. دي البروتينات. ممكن مثلا مع البروتينات نتكلم، قلنا محتاجين دهون صحيه. الدهون الصحيه دي مثلا وليكن ممكن نلاقيها في شويه مكسرات ممكن ياخدهم في وجبه الفطار كده، يعني ممكن شويه مكسرات، جوز، لوز، فستق عين الجمل، كاجو، هذه الاشياء ممكن مثلا وليكن ياخد. انا بتكلم في وجبه مش هيحط كل الحاجات دي، انا بقول لك خيارات متعدده، ياخد حاجه بسيطه من كل حاجه. كل ما بياكل كميات اكل قليله صغيره وبيوزعها على مدار اليوم على 5 و6 وجبات في اليوم، ففرصه ان هو يزيد في الوزن تبقى عاليه جدا وزياده صحيه زي ما قلت لك كده. يبقى قلنا محتاجين نشويات، محتاجين بروتينات، محتاجين دهون صحيه، قلنا ممكن ناخدها منين، محتاجين فيتامينات واملاح معدنيه والياف. الفيتامينات والاملاح المعدنيه ممكن ناخدها من طبق السلطه خماسي الالوان او طبق سلطه صغير كده ممكن يحطه مع الوجبه. انا دايما بقول طبق السلطه خماسي الالوان، بس دايما باكد عليه للناس اللي عايزه تنزل في الوزن، اللي هو بيحتوي على 5 الوان رئيسيه، لكن هو بالنسبه له ياخد له طبق سلطه صغير كده جميل يكون موجود جنب الوجبه، ما فيش مشكله. بعد مثلا يبقى موجود جنب الوجبه مثلا طبق سلطه خماسي الالوان، ده اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير، القرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجله والكابوتشا والملفوف والايسبرج، كل هذه الاشياء نقدر ان احنا نقول عليها. اللون الاحمر زي البنجره والشمندر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون البرتقالي زي الجزر، طبق سلطه صغير كده يتحط مع الوجبه بتاعتنا برده، يبقى خدنا منه الفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف علشان الهضم بتاعنا يبقى كويس جدا. وبرده نتكلم عن الميه، لو احنا عايزين نزود كتله عضليه في الجسم لازم ما ننساش الميه. ليه يا دكتور احمد ما ننساش الميه؟ لان 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، فتلقائيا لو احنا ما بنقدرش ان احنا ناخد كميات ميه كافيه، بس انا بتكلم لو احنا عايزين نزود كتله عضليه بلاش شرب الميه قبل الوجبه او اثناء الوجبه، شرب الماء دائما يكون بعد الوجبات، العكس بالنسبه لشخص عايز ينزل في الوزن. فعشان بس الامور تبقى واضحه، فاحنا لو هنتكلم عن شرب الميه، يبقى شرب الميه تكون دائما بعد الوجبات، ونزود في شرب الميه ما بين الوجبات ما فيش مشكله، نشرب على مدار اليوم 3 4 لتر ميه في اليوم كويس. انا اتكلم على حاجات في التغذيه لو احنا قدرنا ان احنا نلتزم بيها تبقى دافعه قويه جدا لينا ان احنا نزيد في الوزن وزياده صحيه وحتى بدون مكملات غذائيه، يعني بقول لك بس من خلال الاكل بتاعنا. وبعد كده قلنا وجبه الفطار، بعد وجبه الفطار ب3 ساعات ممكن ناخد وجبه خفيفه. ايه هي الوجبه الخفيفه؟ مثلا ممكن شويه مكسرات زي ما احنا قلنا دهون صحيه ما فيش مشكله، ممكن ناخد ثمرة فاكهة، ممكن نعمل لنا مشروب شوب جميل بقى للناس بتاعت كمال الأجسام بنصحهم بيه اللي هو